متواصلين معاكم في عظمة لسانه، وشفنا ازاي الناس حريصة على هذا الدمج وهذا الربط غير المفهوم وغير المبرر. اذا قلت كلمة على الاهلي لازم تقول كلمة على الزمالك برغم عدم الاستحقاق ربما، وده اللي حتى خلى صديقنا العزيز محمود صبري يندهش ويقول لك هو ليه الحرص على كده؟ انت عندك مشكلة مع كارتيرون، المقارنة مع فايلر، الحالة مختلفة، ومع هذا الربط دائم. بس بالنسبة أو بمناسبة المدرب واحتياج الأهلي للمدرب، الزميل أحمد عبد الهادي في راديو مصر كان له رأي. طبعا كلنا تابعنا خلال الأيام اللي فاتت موضوع فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، كلام كتير واجتهادات أكتر، فايلر مكمل، فايلر ماشي، لا هيمشي دلوقتي، لا ده هيمشي أول الشهر. في كل الأحوال قعد أو مشي ده مش هيقلل من النادي الأهلي في أي حاجة، لأن الأهلي هو من يصنع المدربين. الأهلي مش محتاج مدرب يكسبه بطولة، لكن العكس تماما، أي مدرب محتاج النادي الأهلي عشان يكسب بطولات وتضاف في السي في بتاعه عشان اسمه يكبر، لأن اسم الأهلي بيكبر أي مدرب حتى لو حقق بطولة واحدة. لكن السؤال اللي بيدور في عقل كل أهلاوي هو إيه اللي هيحصل لو فايلر مشي دلوقتي؟ هل الأهلي هيخسر أفريقيا؟ مبدئيا الموقف ده مر كتير جدا على جماهير وإدارة النادي الأهلي. كلنا فاكرين لما مانويل جوزيه اعتذر عن استكمال بطولة أفريقيا عام 2012 بسبب حادث استاد بورسعيد، ومسك بعد منه الكابتن حسام البدري وكمل وخد البطولة، وفي البطولة اللي بعدها رحل الكابتن حسام البدري ليبيا ومسك كابتن محمد يوسف وخد بطولة أفريقيا 2013. حتى في الكونفدرالية 2014 بدأها كابتن فتحي مبروك وبعدين مشي ومسك مكانه جاريدو، وبرضو الأهلي خد البطولة. وعشان أطمن جمهور النادي الأهلي، الإدارة مستعدة لأي سيناريو، وفي حالة رحيل فايلر في أسماء كبيرة جدا مرشحة لتدريب النادي الأهلي. وأكررها تاني، الأهلي مش محتاج أي مدرب عشان يفوز ببطولة، لكن أي مدرب هو اللي محتاج النادي الأهلي عشان يفوز بالبطولات. الأستاذ أحمد عبد الهادي صحفي واعد، يعني إعلامي واعد جدا، لخص الموضوع إنك أنت وأنت تظن إن المسألة يعني فيها أزمة، لا الناس بتكمل يعني، وقال 11 و12 و13 و14 قال يفوز بثلاث بطولات إفريقية بمدربين بيتغيروا أثناء والمدرب يجي ويستلم، كابتن حسام، كابتن محمد يوسف، المدرب جريدو. إذن المسألة مسألة عندما يكون الأهلي ولاعبو الأهلي متماسكين وفي مستواهم ما تخافش على الأهلي، فعلا هي دي المسألة، إزاي نخلي اللعيبة تعيش الحلم ده وتتماسك وتبعد عن أي تشتيت. دي بيد جمهور الاهلي، والله اكتر حد ممكن يشتت لعيبه الاهلي هم جماهير الاهلي، واكتر حد يخليها تتماسك هم جماهير الاهلي. جماهير الاهلي هي النهارده بتلاحمها مع فرقتها وادارتها نقدر نجيب البطوله ايا كان المدرب. لكن مساله برضو علامه الاستفهام، لما يكون كارتيرون جدد عقده ولما يكون فايلر جدد عقده والاثنين بعد اقل من شهر شهر ونص الاثنين يمشوا تباعا، لازم يبقى في علامة استفهام. المسألة مش محض صدفة في وجهة نظري.